السلام عليكم. لما تكون عندنا حشوة ونبي نقيم هذه الحشوة اللي هي ناجحة ولا مو ناجحة، هل محتاجة أنها تتبدل ولا لا؟ في معايير لازم نشوفها وفي خطوات لازم نمشي عليها عشان نوصل إلى القرار الصحيح. بداية، شنو تعريف الفيلد ريستوريشن؟ هي الريستوريشن اللي فيها ديفكت او فيها دامج، وهذا الدامج يعني ينتج عنه مشاكل او كومبليكيشن حق البيشنت. الدامج هذا ممكن يكون في الضرس نفسه او ممكن يكون في الريستوريشن. شنو اشهر اسباب حدوث الفيلد ريستوريشن؟ اول سبب هو السكندري كيرز، انه يصير في كيرز اراوند الريستوريشن. السبب الثاني بلك فراكتشر، بمعنى ان الضرس الحشوه كلها تنكسر وتطيح. السبب الثالث يصير عندنا مارجنال ديفيشنسي، يعني يصير في اوبن مارجن او يصير في عندنا اوبن كونتاكت ويصير في لوز في الكونتاكت. السبب الرابع هو بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي، تصير بسبب حدوث شرينكج او جاب بتوين الفيلنج والتوث ستراكشر، وهذا الجاب يسوي سنسيتيفيتي. نروح حق المعايير اللي محتاجين نشوفها عشان نقيم الريستوريشن هذه، هل زينه ولا مو زينه، هل محتاجه تبديل ولا لا. في وايد طرق وكرايتيريا، لكن اشهرها طلعت الاف دي اي في 2010، تطالع ثلاث جوانب في الريستوريشن: استاتيك وفانكشن وبيولوجيكال. استاتيك تشوف يعني الكلر ماتشنج، وتشوف البولشبيليتي مالت الفيلنج، وتشوف اللاستر، يعني بشكل مبسط شكل الحشوه. زين، بالنسبة حق الفانكشنال كرايتيريا، فهني نشوف الكلوجن على الضرس هذا، هل هو زين ولا ديفكتيف، هل في عندنا وير بالفيلنج، هل في عندنا الكونتاكت زينه ولا اوبن، المارجن سيل ولا اوبن. نروح حق البيولوجيكال فاكتورز، هل في سكندري كيرز اراوند الفيلنج ولا لا، هل في بوست اوبراتيف سنسيتيفيتي، هل الفيلنج هذه مريحه حق البيريدنشيم اراوند التوث ولا لا. بعد ما نشوف الكرايتيريا هذه كلها ونشوف التفاصيل هذه، ان 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 نصنف حشوتنا هل اكسبتبل ولا لا. اذا اكسبتبل اتس فاين، اذا ان اكسبتبل او ان اكسبتبل اي، نشوف شنو الشيء اللي خلاها مو اكسبتبل، ونشوف هل هذا الشيء نقدر نعدله بتعديلات بسيطه ولا محتاجين نبدل الحشوه بشكل كامل. الامالجم هو كان التشويس المعتمد حق البوستيريور ريستوريشن لفتره طويله من الزمن، لكن بعد ما تطور الكومبوزيت والرابر دام والايزوليشن والبوندنج تكنيك واللايت كيورنج، صار ايضا الكومبوزيت يعتبر از فيرست تشويس حق البوستيريور ريستوريشن حق اللي يحب. الامالجم قاعد يعطينا ارقام افضل من الكومبوزيت في البوستيريور ريستوريشن، لكن الارقام مو وايد فرق عن الكومبوزيت. لذلك التو اوبشنز از فاليبل، الاختيار بينهم يعتمد على رغبه المريض، على رغبه الدكتور، يعتمد على الكافيتي ديزاين وعلى حجم الكافيتي، ويعتمد على المويستر كنترول ابيليتي. هني حق الريبير اوف ديفكتيف ريستوريشن، هني في رولز يسمونها الفايف ارز. الفايف ارز هذه اشياء بسيطه ممكن تسويها، تدرج هي من البسيط الى الاعقد، تسويها حق الريستوريشن عشان تعدل الديفكت. بالنسبة حق الريفيوينج اللي هو أقل انترفنشن ممكن نسوي، نكون احنا مو محتاجين نعدل الفيلينج، لكن محتاجين نعلم المريض هاو تو ليف ومنتين الاريا كلين. لذلك نعطيه الانستركشن وبعدين نسوي ريفيوينج، ونشوف هل قاعد يمشي على الانستركشن اللي اعطيناه ولا لا. ريفارفشمنت معناته ان احنا نسوي سموثنينج حق الفيلينج، نقلل البلاك ريتنشن والامور هذه وخلاص. ريسيلينج يكون في اوبن في المارجن، فوي ريسيلت بفلوب الكومبوزيت او شو اسمه فيشر سيلنت. ريبير يكون في بارت مكسوره او خربانه، وي ريموف ويعني كرييت بوكس وريبيرت باني تايب اوف فيلينج. اما الريبليسمنت فهو اخر الحلول، فنحن نشيل الحشوه كلها ونعدلها.